قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم علمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. ومن الأغنية أكيد أنت عرفت هنتكلم عن إيه النهاردة، عن مصر أم الدنيا، ومصر بالفرنسية يعني إيجيبت. إيجيبت، ولما تقول مصر لازم تقولها بحماس، إيجيبت إيجيبت إيجيبت. وتحيا مصر تحيا مصر يعني فيف ليجيبت فيف ليجيبت فيف ليجيبت. مساء وصباح حسب التوقيت، معاك مينا حب فرنش. النهاردة موضوعنا خد شكل الأكشن، ما تيجي نشوف. وأول كلمة من سلسلة الكلمات النهاردة الشرطة. الشرطة يعني بوليس بوليس، سهلة احفظ بوليس بوليس، ما تقول معايا بوليس. ورجل الشرطة يعني بوليسيه، جاية منها يا بيه قول معانا بوليسيه 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 بوليس بوليسيه. والجيش يعني أغمي أغمي أغمي، ما تقول أغمي. وجندي أو عسكري من ولادك يا مصر يعني صل دا صل دا صل دا. وممكن نقول عليها ميليتير 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 ميليتير. وجبنا لكم الرتب لحد عندكم، هنقول رتبة رتبة، ركز معايا. وأول رتبة معانا النهاردة ملازم، وملازم بالفرنسي يعني ليتنو ليتنو ليتنو، ما تقول معايا ليتنو ليتنو. ونبدأ دلوقتي بمسلسل الاختيار. ملازم أول، وملازم أول هتشوفوه دلوقتي يعني برومييه ليتنو برومييه ليتنو، قول معايا برومييه ليتنو. ونقيب يعني كابيتان كابيتان، وقام بالدور دوت محمد إمام، وهتشوفوه دلوقتي كابيتان 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 كابيتان. ومن دلوقتي معانا الفنان أمير كرارة، معاك حبة رتب. أول حاجة معانا رائد، رائد يعني ماجور 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 ماجور. وهنا معانا أمير كرارة في رتبة مقدم، ومقدم يعني ليتنو. ايه ده ملازم يس، ليتنو كولونيل ليتنو كولونيل ليتنو كولونيل. وهنا يا برنس امير اترقى وبقى عقيد، وعقيد يعني كولونيل كولونيل كولونيل، قول معايا كولونيل. برافو عليك، اللي جايه من كلمه مقدم اللي هي كانت ليتنو كولونيل ليتنو كولونيل، يبقى عقيد ها كولونيل كولونيل كولونيل. ومعانا عميد بقى، عميد يعني جنرال دو بريغاد، قول معايا جنرال دو بريغاد بريغاد جنرال دو بريغاد جنرال دو بريغاد. ولوا يا برنس يعني ماجور جنرال ماجور جنرال ماجور جنرال ماجور جنرال. وفي نهاية حلقتنا ما ننساش الجيم بتاعنا الجامد اللي هو لايك، والبختاج اللي هي شير، والسبسكرايب بقى عشان يعني عايزين نكتر العدد اللي هي ابوني.